قطعت؟ لسه ولا حاجة. أنا هكلم عبودة وأخليه يجيبها لحد عندك. عبودة؟ وأنت فاكر إن أنا هستناك لغاية لما أتكلم عبودة؟ عبودة أنا مكلفه بحاجة تانية. من ورايا؟ وأنا اللي جايبه؟ أكيد كلفته بالحوار بتاع معتز صح؟ آه صح. بس سيبك من معتز دلوقتي، وفكر معايا بقى هنعمل إيه. حاضر. إيه ده؟ واضح إن عبودة طلع جامد قوي. أمال إيه مش مجايبي؟ أو مين بيتصل؟ علاء. طب استنى ما تردش دلوقتي، عشان يوم ما ترد بالجامد. أهم حاجة بس تخليه يتنازل عن الصفقة والبلاغ، وما تسيبلوش أي حاجة خالص. ألو، اسمعني كويس يا كمال. إيه في إيه؟ مالك بتزعق ليه؟ اخرس خالص واسمعني وبس. واضح إن الألم طلع جامد قوي. ألم؟ أنت بتسمي الأكل ألم يا مجنون يا ابن أكل إيه؟ أنت بتتكلم عن إيه؟ أنت هتعملهم عليا ولا إيه؟ يا عوطة خلق الله. الله 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 الله، لا واضح إنك أنت فاهم غلط يا علاء. ورحمة ابني ما هسيبك. وزي ما حصرتني على ابني هحصرك على ابنك. وافتكر كلامي كويس قوي ده يا كمال. غبي. الله، مش أنت اللي قلت لي خلص؟ قلت لك خلص على الموضوع، مش تخلص على ابن الراجل. بالراحة يا باشا، مش كده يعني، بعدين حضرتك ما وضحتش. أنت ليك عين ترد عليا؟ أيوة، ما الكلام أخده وعطى سعادتك، وأنت ما فهمتنيش كده. أفهمك إيه؟ هي دي محتاجة توضيح؟ ده بيزنس يا ابني، فاهم يعني إيه بيزنس؟ أعمل بيزنس مع واحد أنت قاتل ابنه؟ هو حضرتك بقى ما قلتش كده من الأول. طب اطلع بره بقى. وعرق أنا والرجالة بتاعتي. خلاص يا عبودة، خلصنا، أنا بحاسبك. حاسبه على ايه؟ على خيبته؟ معلش بس يا كمال بيه، عبود الراجل بتاعنا ولسه ما فهمش شغلنا كويس. ولا عمره هيفهم. يلا يا ابني اطلع بره، بره. يلا اسمع الكلام. عد عليك. ادي ما جايبك يا سيدي. عرفت ليه بقى انا بحب بابلو؟ من غير ما تزعل منه. عبوده وبابلو طينه واحده، الاتنين ما يفرقوش عن بعض. لا، بابلو طينه تانيه. عقله سابق دراعه، وعمره ما وقعنا في ورطه. عمره ما وقعنا في ورطه؟ مأمرة البلاغ بتاع معتز. معتز هو اللي اتغاشم مش العكس. على كل حال كلامه كله هيطلع على مفيش. امال خليت عبوده يتدخل ليه؟ عشان الشوشره.